السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين، يومكم سعادة ان شاء الله. بقالنا كتير ما عملناش حلقة فطار، فالنهاردة قررت اعمل لكم حلقة فطار خطيرة ان شاء الله، وصفات كلها سهلة ولذيذة، واحيانا كده بنبقى عايزين نفطر حاجة مختلفة بنزهق من التقليدي، فالنهاردة هنعمل كام وصفة كلهم احلى من بعض. معانا النهاردة التغميسة التركي تحفة، عندنا كمان طاسة البطاطس بالجبنة وسلطة الفاصوليا البيضة، وكمان معانا فطيرة خطيرة هتعجبكم جدا من غير عجن كتير وحاجات كده، فالدنيا هتبقى لذيذة جدا. دي كده ان شاء الله وصفاتنا النهاردة، يا رب تنال اعجابكم. تعالوا بينا بقى نبدا اول وصفه معانا، بس استنوا نقول الاول رقمنا اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلاله طول الحلقه، ورقمنا هو 02-38-35-227 وفي انتظار مكالماتكم. يلا بينا بقى نبدا اول وصفه معانا، ومعانا التغميسه التركي، وعندنا ايه بقى؟ نشوف المكونات مع بعض وبعدين نشوف بقى طريقه التحضير. عندنا بيض، عدد البيض ده يرجع ليكوا انتوا، تمام؟ بتنجانيه كبيره كده هنقطعها مكعبات صغيره، طبعا بعد ما نقشرها نغسلها الاول وبعدين نقشرها وبعد كده نقطعها، ما نجيبش عليها ميه تاني، مجرد ما تتقشر خلاص ما نحطش عليها ميه خالص. هنحتاج فلفل رومي متقطع برضو صغير جدا، عندنا كمان فلفل احمر رومي متقطع برضو صغير، كوبايتين من الطماطم، يعني ربع كيلو كده من الطماطم المتقشره ومفرومه، ربع كوبايه من البقدونس المفروم، بصلايه متوسطه متقطعه صغير، عندنا كمان فصين ثوم مفرومين، وكمان معلقتين كبار بقى من سمنه جنه بطعم وريحه الزبده الصفراء، معلقه صغيره بابريكا وملح وفلفل اسود. احنا معانا جنة النهاردة هنعمل بيها التغميسة التركي، هتخلي بقى البيض كده طالع مفحفح كده وريحته خطيرة لانه بطعم وريحة الزبدة الصفراء. تعالوا بينا يلا نشتغل بقى ونبدأ كده، نقول ايه؟ نقول ان البتنجانية نلاقيها خفيفة طويلة ومسحوبة كده وتكون ناعمة تماما وبتلمع، والعنق بتاعها اخضر عشان تبقى طازة. هجيبها اغسلها الاول وبعد كده اقشرها واقطعها علشان ما نجيبش ميه عليها، لانها لو اتقشرت وتحط عليها ميه بتشرب ميه، وبالتالي لما تيجي تتحط على النار تشرب مواد دهنيه كتير. خلاص قطعنا البتنجان مكعبات صغننه جدا بالشكل ده وجهز معانا. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. يلا نفتح علبه سمنه جنه، وسمنه جنه فتحها سهل جدا، عاملين لنا كمان غطا بلاستيك علشان بعد ما نفتح العلبة بتاعتنا نقدر نغطيها تاني ونحفظها وما يجيش عليها اي حاجة خالص. ادي طريقة الفتح بتاعتها، نفتحها كده بكل سهولة. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالوا بينا ناخد بقى معلقة محترمة كده من سمنة جنة اللي ريحتها خطيرة وترملتها تحفة جدا جدا. حاطين طاسة على النار، بصوا بقى معايا كده، شايفين الترميلة؟ بصوا معايا تحفة. احط معلقة حلوة كده علشان نبتدي نشتغل في التغميسة التركي بتاعتنا. زي ما قلتلكوا سمنة جنة النهاردة معانا بطعم وريحة الزبدة الصفراء علشان تخلي معانا البيض كده ريحته حلوة قوي، وهي بجد ريحتها خطيره وطعمها حلو جدا، بتدي طعم حلو قوي قوي للاكل. هنعمل ايه؟ بدايه كده معانا بصل ومعانا ثوم ومعانا بتنجان، هنزل الاول بالبصلايه يا دوبك تدبل كده وبعد كده ننزل بالبتنجان. نستنى بس السمنه بتاعتنا كده، سمنه جنه بطعم وريحه الزبده الصفراء، تبتدي بقى كده ايه تسخن معانا، وننزل يلا على طول البصلايه. بسم الله يلا بينا بقى نشوح البصله، هشوحها بس لغايه ما تدبل ويبقى لونها شفاف مش اكتر من كده. عايز اقول لكم الطاسه دي فيها ميكس كده نكهات لذيذه جدا، البتنجان من الحاجات اللي بيمتاز بيها او بيتميز بيها المطبخ التركي، حسوا كده ان اغلب الوصفات بتاعتهم داخل فيها بتنجان، وانا من الناس اللي بتحب البتنجان جدا فعشان كده حبيت الوصفه قوي. فهنستنى بس كده البصله بتاعتنا تدبل شويه،
زي ما قلنا مجهزين بقى مع بعض. عندنا الفلفل، عندنا فلفل احمر وفلفل اخضر، ولو بنحب يبقى الاكل كده مشطشط شويه فممكن نستبدل بقى فلفل احمر او الاخضر بفلفل حامي او نضيف قرن فلفل حامي معاه. كمان عندنا ربع كيلو كده من الطماطم غسلينها طبعا ومقطعينها مكعبات صغننه جدا عشان تستوي معانا اسرع. عدد البيض زي ما قلت لكم يرجع لكل اسره ملهوش عدد معين. تمام، ونرجع كده للبصل بتاعنا وناخد علا على التليفون. يا علا الو، ازيك يا ست؟ اهلا اهلا، ازيك يا علا؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، اخبارك؟ الحمد لله، انا بحبك قوي. تسلمي لي يا علا، والله كلك ذوق. بحب وصفاتك جدا. ميرسي، تسلمي لي يا روح قلبي، تسلمي لي، ما تحرمش منك ابدا. شكرا جدا على الوصفات اللي انت بتعمليها. حبيبتي يا علا والله تسلمي لي. قولي لي اكتر وصفه جربتيها كده وانبهرتي بيها قلتي الله تحفه بجد، ايه ده؟ رحتي فين يا علا؟ طيب بدا البصل بتاعنا اهو يسخن معانا. طبعا الطاسه اللي احنا مستخدمينها طاسه نحاس، فالنحاس بيبقى مدته طويله على النار شويه لغايه ما ايه يبتدي يسخن معانا، بس خلاص بدا يسخن والدنيا تمام. هنستنى بس يا دوبك كده البصل ايه يدبل معانا شويه، ولما يدبل هنزل له الثوم والبتنجان في نفس الوقت علشان يبتدوا هما كمان يتشوحوا. هنقطع البتنجان معانا في الوصفة النهاردة صغنن على قد ما نقدر، يعني مربعات صغيرة قوي، كل ما كانت صغيرة قوي علشان بتنجان يستوي معانا على طول ما يطولش معانا على النار. بنحضر فطار فمش محتاجين ان احنا نقف كتير في المطبخ، فعلشان كده تقطيعة البتنجان زي ما شايفين مش عارفة باينة معانا اهو، تقطيعة صغيرة قوي قوي قوي، ده علشان لما ينزل البتنجان مع البصل مجرد تقلبتين ونغطيه شوية كده خلاص يبقى دخل في التسوية، مش محتاجين وقت كبير عشان نقف نعمل الفطار. زي ما انتم شايفين كده البصل بدا يتشوح وبدا يبقى لونه شفاف، وهو ده اللي احنا عايزينه، مش عايزاه يلون ولا يغمق. تمام، ناخد ام هيثم على التليفون. يا ام هيثم الو. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام هيثم عامله ايه؟ لا انا ام هاشم. يا ام هاشم ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. الاخبار؟ الله يخليكي حبيبتي، اخبارك وبناتك عاملين ايه؟ تمام والله الحمد لله. الحمد لله يا روح قلبي منورانا. والله عايزه اكلمك، والله بقالي كتير بس بقالي كتير ما اتصلتيش. الو، راحت فين ام هاشم؟ حاولي تتصلي تاني يا ام هاشم. يلا بينا بقى ننزل البتنجان بعد ما خلاص البصل كده دبل وبقى لونه شفاف. ننزل البتنجان بتاعنا وننزل كمان فصين الثوم المفرومين ونشوحهم بقى على النار مع بعض شويه، وبعد كده نغطي عليهم. خلي بقى البتنجان يستوي معانا قبل ما نبتدي نضيف عليه باقي المكونات بتاعتنا. وعلشان اخلي البتنجان يستوي على طول ومن غير مواد دهنيه كتير هغطي عليه بقى. احنا كده حطينا ايه في البدايه؟ حطينا سمنه جنه، حطينا معلقه مليانه كده من سمنه جنه بطعم وريحه الزبده الصفراء، نزلنا عليها بصلايه مفرومه، شوحنا البصلايه لغايه ما لونها بقى شفاف ما غيرتش لونها خالص. بعد كده ضفنا لها البتنجانيه الكبيره اللي احنا مقطعينها مكعبات صغيره مع فصين الثوم، وهنقلبهم تقلبتين على النار، وبعد كده نغطي بقى ونسيبهم على النار علشان البتنجان يدخل في التسويه قبل ما ابتدي اضيف اي اضافات ثانيه. تمام، وناخد شاهد على التليفون. الو، ازيك يا سيف؟ عامله ايه؟ ازيك يا روحي، اخبارك؟ كويس الحمد لله، انا بحب حضرتك جدا. هيا شاهد عامله ايه؟ الحمد لله بخير، انت كويسه يا شاهد؟ الو، ايوه سامع حضرتك، اتفضلي يا روحي معاكي. بقول لك ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي في نعمه والله، تسلمي لي يا رب دايما. انا بحب حضرتك جدا حبيبتي يا شاهد والله، وانا كمان بحبك قوي. عندك كام سنه يا شاهد؟ عندي 21 سنة. ما شاء الله، لا احنا كده اساتذة في المطبخ اكيد. اكيد. اكتر حاجة بتعمليها حلوة في المطبخ ايه؟
انا بعمل كل حاجه كل يعني لا في حاجات كده معينه لا مفيش حد يعملها غير شهد. البطاطس بالفراخ. الله عليك. الله عليك يا روح قلبي، تسلم ايدك يا روحي، نورتينا يا شهد. تعالوا بينا بقى بعد ما قلبنا كده البتنجان على النار شويه، هغطيه بقى علشان اسيبه يستوي مع البصل والثوم والريحه طالعه خطيره. يلا بينا نغطيه ومن وقت للتاني ندي تقليبه لغايه ما الاقي خلاص ان البتنجان دخل في التسويه قبل ما ابتدي اضيف باقي الاضافات. دلوقتي نقدر نطلع فاصل صغير خالص، نرجع على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم. رجعنا لكم تاني، وزي ما انتم شايفين كده بصوا البتنجان خلاص استوى والريحه مش قادره اقول لكم هي جميله قد ايه. تعالوا بينا بقى ننزل الفلفل كده الاحمر والاخضر. مشكله خط يعني خلطه كده تحفه جدا. نحط لها كمان الطماطم، وزي ما قلت لكم لو حابينها سبايسي فممكن نحط لها قرن فلفل حامي. تعالوا بينا نتبل الكلام ده كله بملح وفلفل على قد بقى الكمية اللي قدامنا، وكمان لسه في بيض. رشة من البابريكا ونقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. حطوها كده داخلة على مسقعة شوية. تغميسة خطيرة خطيرة. غطي عليها بس دقيقتين ثلاثة كده المكونات كلها كده تمتزج مع بعض. بعد ما حطينا الملح والفلفل وحطينا كمان بابريكا، ولو حابة تحطي مثلا رشة كده من الشطة لو حابة تبقى سبايسي مفيش مشكلة. ونجهز البيض معانا بقى، وما تنسوش بقى ان احنا من البداية عملنا ايه. تعالوا نقول عملنا ايه. حطينا سمنة، حطينا سمنة جنة النهاردة بطعم وريحة الزبدة الصفر، حطينا معلقة كبيرة كده مليانة، ولما سخنت كويس نزلنا ببصلاية كبيرة مفرومة ناعم وشوحناها لغاية ما دبلت. حطينا معلقة من الثوم المفروم مع بتنجانية متقطعة مكعبات صغيرة، قلبناهم تقلبتين ثلاثة كده على النار، وبعدين غطينا وسبناهم من وقت للتاني نقلب لغاية ما نلاقي كده البتنجان خلاص استوى. حطينا الفلفل اللي هو الاحمر والاخضر، حطينا كمان ملح وفلفل اسود وبابريكا، وحطينا الطماطم اللي متقطعه مكعبات صغيره جدا. تمام، وتسبكوا زي ما انتم شايفين كده مع بعض، والدنيا حلوه جدا والريحه خطيره. يلا نطقش بقى البيض. هنظبط الطاسه بتاعتنا ونبدا نعمل ايه، حفره كده على قد البيض اللي معانا. ويلا بينا بقى بسم الله نكسر البيض فيها. زي ما قلنا بقى عدد البيض يرجع لعدد افراد الاسره زي ما احنا عايزين. واخر بيضه معانا. فوق البيض بقى رشه بسيطه كده من الملح عشان البيض نفسه يبقى واخد الملح بتاعه. فلفل اسود برده بسيط. نغطي بقى ونسيب بقى الطاسه الخطيره دي تستوي، ونهدي نار عليها كمان علشان ما تلسعش من تحت، تطلع معانا بقى خطيره تغميسه بجد تحفه. عايزه شويه عيش حلوين كده وبالف هنا وشفا.
تمام. هنسيبها بقى كده متغطيه علشان البيض يستوي. طبعا البيض ما بيحتاجش وقت كبير في التسويه، وبجد ريحه الطاسه والتغميسه خطيره. فاضل بس معانا البقدونس ده يتحط اخر حاجه كده ساعه الاكل او ساعه التقديم وخلاص. قولوا لي بقى، حابين نستنى لغايه ما الطاسه تستوي ولا نبدا بوصفتنا الثانيه؟ سامعيني يا بنات؟ مش سامعين؟ ها اللي انتوا حابينه قولوا لي بس. نقول المقادير طيب؟ اه تمام، نقول المقادير يلا بينا على بال ما الطاسه بتاعتنا كده تستوي. عندنا النهارده كمان وصفه خطيره، هنعمل النهارده فطير من غير عجن. فطيره حلوه قوي، ينفع نعملها للفطار للعشاء، ينفع نعملها ونديها للولاد في اللانش بوكس المدرسه. بصوا هتعجبكم جدا وسهله وبسيطه كده، وان شاء الله هتجربوها وتطلع معاكم 10 على 10. مقاديرنا ايه بقى؟ عندنا للفطير اللي من غير عجن، نعجنه كده بايدينا على طول في ثواني، 3 كوبايات من الدقيق المنخول. هنحتاج كمان علبه من الزبادي، هنحتاج معلقه صغيره من الخميره الفوريه، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من السكر، نص معلقه صغيره من البصل الباودر، وعندي كمان نص معلقه صغيره توم باودر، ونص معلقه صغيره من الزعتر المجفف، ربع كوبايه من الزيت، وكوبايه وحوالي 3/4 من الميه الدافيه للعجن. تمام، دي مقادير العجينه بتاعتنا. الفطيره بتاعتنا ينفع تحطي فوقيها كل اللي انت عايزاه، تحطي فيها بسطرمة، تحطي فيها سوسيس، تحطي فيها تونة، تحطي فيها ايه تاني ممكن، لحم معصجة، حتة فرخة مستوية وعندك فتفتيها وحطيها. من غير ده كله شوية جبن وزيتون وطماطم شيري او طماطم عادية متقطعة مكعبات، فلفل اخضر، فلفل احمر، زي ما انت عايزة، ليكي مطلق الحرية بقى تحطي على الوش اللي انت عايزاه. احنا النهاردة معانا جبن وزيتون وطماطم، ولو عندنا فلفل كمان دخلوا لي فلفل يلا. خلاص دي مقادير الفطيره بتاعتنا السهله النهارده اللي من غير عجن، اللي تنفع زي ما قلنا تنفع فطار عشاء، وتنفع كمان في اللانش بوكس، وتنفع تبقى غدا لو احنا حطينا لها اي نوع من البروتين اللي انا قلت عليه، سواء لحمه معصجه او تونه او قطع فراخ او سوسيس او بسطرمه، تنفع برده تبقى كوجبه غدا. بصوا بقى معايا كده الطاسه بتاعتنا وجمالها، بجد وهميه. شايفين شكلها؟ تحفة ما شاء الله. نكمل بقى تغطيتها، ممكن كمان نكمل تسويتها في الفرن، يعني لو حابين ان احنا نحطها في الفرن بقى تاخد بس وش، فممكن ندخلها. انا بفكر اعمل كده، حطها كده تحت الشواية على طول. بما ان الطاسة بتاعتي ينفع تدخل الفرن ما فيهاش اي حاجة بلاستيك، وندخلها كده البيض يستوي بقى وياخد وش من فوق، وتطلع بألف هنا وشفاء. نطلع بقى فاصل صغير خالص ونرجع على طول، اوعوا تروحوا في اي حته مستنيه. رجعنا لكم تاني بعد ما دخلنا طاسة التغميسة التركي في الفرن كده علشان البيض بقى يستوي من فوق ويطلع بقى بألف هنا وشفا وعيش بقى وأي نوع من المخللات، والموضوع بجد يستحق التجربة. تعالوا بينا بقى النهاردة نعمل فطيرة من غير عجن. هبتدي معاكم بس بالتوبنج، تمام، وبعدين نجيبها من الأول تاني عشان ندخلها الفرن تستوي. دي الفطيرة بتاعتنا بعد ما عجناها وحطيناها في الصاج اللي هو حوالي 35 في 40، تمام، بالشكل ده.
صاج مدهون زيت ومرشوش رشه خفيفه بالدقيق او بدقيق السميد، حطينا عليه العجينه وفردناها. عجينتنا لا تحتاج فرد بنشابه ولا بايدينا ولا الكلام ده كله، لانها عجينه شبه سايله خلاص. والعجينه منكهه بقى بحاجات كتير هنشوف دلوقتي مع بعض. احنا قلنا المقادير، تعالوا بينا بقى نحط التوبنج على الوش عشان ندخلها الفرن. طبعا انا سبتها تخمر تاني بعد ما حطيناها في الصاج، هعمل لها كده تاثيرات بايديا. زي ما شفتوا بليت ايديا بس ايه بالزيت كده بسيط. تمام، حلو قوي. تعالوا بينا بقى ناخد، عندي طماطم شيري وزيتون ان شاء الله. نحط كده الطماطم الاول نخلصها وبعدين نكمل الزيتون. لو عندنا فلفل اخضر كمان يا جماعه نكسر كده الالوان لو فيه. زي ما قلت لكم بقى التوبنج يرجع لكم انتوا على حسب بقى ايه المتاح في البيت. لو اقول لك يا ريهام انه على القد بالظبط وده نسميه ايه؟ توفيق ربنا. تمام. طبعا الزيتون مخلي خلاص. تعالوا بينا بقى نحط بقى الجبن. عندي هنا جبنه موتزاريلا وجبنه تشيدر، وانا بحب اخلطهم مع بعض كده عشان يبقى ميكس كده نوزعه براحتنا. نقلبهم مع بعض. وابتدي اوزع فوق الفطيرة بتاعتنا بقى الجبن. طبقة العجينة مش كبيرة عشان ما تحسيش مثلا هل هتستوي؟ اه هتستوي. طبقة العجين مش كبيرة خلاص. هنسويها على درجة حرارة 220 خلاص، على الرف الأقرب للأرضية. وبعد كده لو حسيت إني عايزة لون من فوق ببتدي أطلعها تحت الشواية. هايل، حلو جدا كده خلاص. وزعنا الجبن بتاعتنا، تعالوا بينا بقى يلا إيه ندخل الفرن. نطلع كده، طلع الصاج الاول بس بتاع الطاسه بتاعه التغميسه. بسم الله الرحمن الرحيم. محتاجه ماسك تاني لو فيه. تغميسة وجمالها خطيرة وريحتها تحفة جدا. تعالوا بينا بقى نتفرج عليها شوية كده. قربت الشبكة للأرضية والفطيرة بتاعتنا بقت جاهزة ان هي تدخل الفرن. يلا ندخلها على طول ونسيبها بقى تستوي. وتعالوا بينا بقى نجيب من الاول تاني ونشوف احنا عملنا العجينه دي ازاي وهي عباره عن ايه. هنجيب طبق العجن، حط فيه 3 كوبايات من الدقيق، ويفضل هنا دقيق بيتزا هيدينا نتيجه حلوه او متعدد الاستخدام. كل المكونات الجافه اللي عندنا سواء بقى البيكنج باودر، البصل البودر، وادي الخميرة، توم بودر، زعتر، سكر، واكيد ملح. كده حطينا المكونات الجافة مع بعض، تعالوا نقلبهم كده.
تمام. نحط بقى الزبادي ونعاير حوالي كوبايه كده وتلات ارباع من الميه، والميه طبعا يفضل تكون دافيه علشان تساعد معانا وتخمر معانا العجينه على طول. مضرب يدوي ونقلب، وحبه بحبه من الميه واحنا شغالين بنكلم بيسال، صح كده؟ الو، ازي حضرتك؟ اهلا اهلا، ايه الاسم الحلو ده يا بيسال؟ حلو قوي، اول مره اسمعه. طب ممكن اعرف معناه؟ حبيبه قلبي. انا جدا بحب وصفتك جدا. حبيبه قلبي والله العظيم. طب انت عارفه معنى الاسم عشان عندي فضول اعرف معناه؟ اه انا عارفاه، معناه مرتله القران. معناه ايه؟ مرتله القران. بيسال يعني مرتله القران، صح كده؟ ما شاء الله. أوه. اسم جميل قوي يا بيسال. حبيبتي عاشت الاسامي يا روحي. قولي لي يا قلبي ليكي. حبيبتي يا بيسال والله علي صوتك، عايزه اسمع تاني. انا دايما بفرح لما البرنامج بتاعك بيجي. حبيبه قلبي والله العظيم تسلمي لي. بتحبي تدخلي المطبخ؟ اه انا صراحه مش بطبخ اساسا. اه عشان عندي بس بتحبي تدخلي المطبخ مع ماما؟ اه جدا يا حبيبه قلبي. هي قاعده بتعمل ايه؟ ما شاء الله شطوره، انت هيبقى عندك خبره كبيره قوي قوي، مجرد ما بتشوفي بس كده هيبقى عندك خبره كبيره جدا. حبيبتي يا بيسال ليكي اي اسئله يا روحي؟ لا صراحه مش. انا بس كنت عايزه بس اطمن على حضرتك. تسلمي لي يا روح قلبي، بيسالي اتصلي بيا تاني على طول. ماشي اتفقنا؟ ماشي يا روح قلبي، كلك ذوق. حبيبه قلبي ربنا يبارك فيكي يا روح قلبي، ما شاء الله عليكي. بصوا كده، عايزاكم تشوفوا بس معايا العجينه زي قوام الكيك. بصوا ادي قوام العجينه، شايفين؟ مش محتاجه عجن ولا اي حاجه خالص، زمان شايفين كده، تحفه اهي. عجناها واحنا بنكلم بيسال والدنيا زي الفل، اهم حاجه ما يكونش فيه تكتلات خالص للدقيق. عجينتنا جاهزه، الدنيا تمام. هنا بقى نحضر الصاج بتاع الخبز. امتى بقى؟ لما اسيبها دي كده اول مرحله، اسيبها تخمر وهي في الطبق بالشكل ده، نغطيها نحطها في مكان دافي تخمر ويتضاعف حجمها. هنا بقى بعد ما خمرت وتضاعف حجمها وبقت بالشكل ده، نحضر بقى فين الصاج؟ الصاج اهو، والدقيق معانا والزيت معانا. هدهن بقى كاني بعمل كيك، هدهن الصاج بالزيت، معلقه زيت نوزعها كويس في الارضيه وفي الجوانب بالشكل ده. عايزه اقول لكم بقى يعني في ثواني، جعانين مفيش عيش، يلا في ثواني هعمل لكم احلى فطيره تتغدوا او تتعشوا بيها او تفطروا بيها، او ينفع نحطها نقطعها كده ونحطها في اللانش بوكس، تبقى خطيره وهتعجب الولاد جدا. ممكن نعملها بدقيق قمح كامل، عشان برضو بتسال كتير، ممكن نشيل الدقيق ده ونحط دقيق قمح كامل، هتطلع برضو خطيره جدا ان شاء الله. هبقى اعملها كده ليا انا في البيت. طيب كده خلاص حطينا الزيت وادي الدقيق. لا يعني ما ده دي نقره ودي نقره اخرى. كده انا عفرت الصاج بتاعي بعد ما دهنته بالزيت، حطيت له شويه دقيق، تمام. وبعدين افضي بقى العجينه بتاعتنا اللي احنا عملناها، وناخد ام ايه على التليفون. بصوا التخمير بتاع العجينه خطيره. يا ام ايه الو، عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه والله، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. انا بس لما باجي بعمل البسبوسه، ايوه، بتبقى طريه خالص، ولو حطيت لمسه معلقه دقيق بتنشف العجينه. العجينه بتبقى طريه قوي؟ لا بعد ما تستوي. ايه بتبقى طريه، قبل التسويه ولا بعد التسويه؟ لا بعد التسويه. بعد التسويه بتبقى طريه، يبقى انت زودتي شربات بزياده. ماشي، نقلل بس كمية شربات شوية، هي مش محتاجة دقيق تاني ولا حاجة. تمام ماشي روحي، أهم حاجة المقادير بس بتاعتك من البداية تكون مظبوطة. طب معلش ممكن تنزلي مقاديرها؟ عيوني الاتنين، ننزلها يا ريهام. يلا يلا، نورتينا يا آية.
زي ما انتم شايفين كده امه ايه. نفرد بقى العجينه بتاعتنا نوزعها كده في الصاج. انا ايديا كده ببلها بله بسيطه بالزيت عشان ما تلزقش، لان زي ما انتم شايفين كده العجينه شبه سايله. تمام، بوزعها كده في الصاج بعد ما دهناه دهنه بسيطه بالزيت او السمنه، وحطينا رشه من الدقيق. هنخبز على طول؟ هنحط التوبنج او هنحط المكونات اللي احنا قلنا عليها على الوش على طول؟ لا، هنسيبها بقى تخمر يتضاعف حجمها مره تانية، وزي ما شفتوا بقى هنبتدي نجزعها كده بايدينا، وبعدين نحط عليها اي اضافات احنا عايزينها او موجوده عندنا في البيت. احنا ممكن نروق الثلاجه على حس الفطيره دي. وانا بفردها واوزعها كده راعي بقى يكون كله بنفس السوى، نفس الارتفاع. هايل، خلصنا خلاص. هنسيبها بقى تخمر ويتضاعف حجمها، وبعد كده نبتدي نعمل لها تأثير بايدينا زي ما شفتوا كده بايدينا بالزيت، ونعمل تأثير فيها، وبعد كده نحط لها كل الاضافات اللي احنا قلنا عليها واللي انت عايزاه واللي متاح عندك في البيت. هنبص كده اخبارها ايه. اللهم بارك، اللهم بارك، عليت وبقت قد كده اهو. بس خليها في الفرن، بعدين هنطلع فاصل وصغير خالص، نرجع بقى تكون خلاص استوت ونطلعها، اوعى تروحوا في اي حته، مستنياكم. فطيرة دي ولا ايه؟ بصوا الجمال بقى، بجد فطيرة خطيرة، ما خدتش وقت كبير في الفرن، ما خدتش مننا وقت كبير في العجن، ومفيش عجن اصلا، يعني بالمضرب كده والدنيا زي الفل. خمرناها مرة وبعد كده خمرناها تاني مرة وهي مفرودة في الصاج، وبعد كده حطينا التوبنج وسويناها وطالعة معانا. مش قادرة اقول لكم قد ايه هشة وخطيرة، ما شاء الله، اللهم بارك. كمان الطاسه بتاعتنا الحلوه دي هنحط لها بقى شويه من البقدونس. عايزه اقول لكم بقى الريحه بتاعتها قلبه الدنيا، خطيره خطيره بجد. كده وصفتين اتعملوا للفطار، تعالوا نعمل ثالث وصفه. وثالث وصفه معانا هنعمل بقى ايه؟ بطاطس كده بالجبنه في الفرن، خطيره، بطاطس متبله كده وهندي لها شويه جبن كمان، تحفه. تعالوا نشوف مقاديرها. اعتقد كلنا بنحب البطاطس، وكتير مننا بقى مش عايزين نقلي في الزيت زيت كتير والكلام ده كله، عايزينها تبقى اخف شويه. فتعالوا نعمل طاسه او البطاطس المتبله دي، خطيره جدا. عندنا كيلو من البطاطس هنقطعها مكعبات ونسلقها، ويفضل ما تكونش مسلوقه قوي، مش مهريه يعني. وعندنا كمان معلقتين كبار من البقدونس المفروم، معلقتين كبار من البصل الاخضر، يعني عودين بقدونس وعودين بصل اخضر مفرومين، فلفل احمر حامي مفروم، معلقه كبيره من الثوم المفروم، عندنا ميكس جبن، ومعلقه كبيره من السمنه، بابريكا وملح وفلفل اسود. دي كده المقادير بتاعتنا. تعالوا بينا بقى نحط على النار طاسه كده تسخن، وبعدين الطاسه دي احط فيها معلقه زيت ومعلقه سمنه يسخنوا كويس قوي، البطاطس بتاعتنا تكون متصفية كويس جدا جدا. تمام، هنزلها. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزل معاها الثوم، المعلقة الثوم الكبيرة، شوح الثوم كده جنبها زي ما انتم شايفين، مش عايزاه ياخد لون عشان ما يتحرقش. وبعدين نبتدي نقلب بقى كله مع بعض.
زي ما قلت لكم يعني بلاش نتك عليها في السلق قوي، خليها كده محتفظه بشكلها. هنستنى البطاطس تبتدي تتشوح وتاخد من طعم الثوم وندلها البهارات بتاعتها. دلوقتي هندلها ملح اما لو سلقها بملح فخلي بالك وراعي الحته دي، رشه من الفلفل، عندنا بقى البابريكا او لو عندك بهارات بطاطس في البيت فهتغنيكي عن كل ده، حطي بهارات البطاطس بيخلي طعمها حلو قوي. يلا ندي تقليبها. الريحة خطيرة. هحضر الطاجن او الطاسة او ايا كان البايركس اللي هندخله الفرن جنبي كده، هستنى بس البطاطس كده ايه تتشوح معانا تشويحة حلوة. عايزة اقول لكم الريحة خطيرة، كلنا عارفين طعم او النكهة بتاعت البطاطس مع الثوم لما بيتعملوا على النار كده بيبقى طعمهم جميل قد ايه. هنا خلاص كده البطاطس معانا اتشوحت تشويحة حلوة، هبتدي اخد بقى الفلفل والبقدونس والبصل الاخضر، ممكن نستبدل البقدونس بكزبرة كمان هتبقى لايقة وحلوة برضو. ادي البصل الاخضر وادي البقدونس، حط كمان فلفل بقى حامي بارد زي ما انتم حابين، احنا حاطين النهارده سبايسي، ونقلب. تقلبتين اتنين بس، انا مش عايزه الخضار يدبل. هنكتفي بكده وننزل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الجمال ده، خطيره هي كده لوحدها حكايه، بس احنا هندلعها اكتر ونحط لها بقى شويه جبنه ويلا على الفرن علشان الجبنه تسيح وتطلع بقى تغميسه خطيره. معنا مين يا صافي؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا روح قلبي، عامله ايه، اخبارك؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كان لسه بتواصل مع حضرتك من زمان. يا روح قلبي منوراني النهارده. حلقاتك جميله جدا وصفتك حلوه جدا. ربنا يعزك يا روح قلبي، من ذوقك والله العظيم تسلمي لي. انا بس عايزاك تقولي كلمه لاولادي اللي احمد ويوسف، هم بيحبوكي جدا. حبايبي. وعلى فكره احمد ابني عنده 10 سنين وبيخش المطبخ بيعرف يعمل حواوشي ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك، ربنا يبارك لك فيه يا حبيبه قلبي. حاضر. احمد ويوسف؟ اه احمد ويوسف ويونس. ويونس ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يبارك لك فيهم يا حبيبه قلبي، تشوفيهم كده احسن الناس ان شاء الله. الله يبارك لك، متشكرين جدا على الوصفات. تسلمي يا روحي، ميرسي يا صافي، تسلمي لي يا حبيبه قلبي. وكلمه بقى لاحمد ويوسف ويونس، ومش ليهم بس، لكل حبايبنا بقى. يعني عايزه اقول لكم انه ان شاء الله داخلين على سنه دراسيه جديده، عايزين بقى نشد حيلنا كده ومن اول السنه نبتدي نجد ونجتهد كده علشان ان شاء الله تكون سنه خفيفه، ربنا يكللها يا رب عليكم كلكم بالنجاح والتوفيق. نسمع كلام ماما وبابا وما نعملش حاجه غلط علشان ربنا كمان يحبنا، ودي اهم حاجه بقى في الدنيا. تمام تمام، يلا بينا بقى نعمل السلطه بتاعتنا النهارده. يعني حبينا كده ننوع ما بين المعجنات، ما بين الاطباق اللي غنيه بالبروتين، بيض، وعملنا كمان البطاطس اللي كلنا بنعشقها بطريقه مختلفه، وادي كمان طبق سلطه مميز جدا جدا ان شاء الله تعملوه يعجبكم قوي. عندنا النهارده سلطه الفاصوليا البيضاء، الروائح هنا خطيره بجد يا جماعه. عندنا فاصوليا بيضاء سلقينها ومش هريانها، دي اهم حاجه. هنحتاج طماطم متقطعه مكعبات. في السلطة مفيش حاجة بكميات معينة، بتحطي اللي انت بتحبيه بالنسبة اللي انت عايزاه. تمام، فعندنا طماطم متقطعة مكعبات، خيار كمان متقطع مكعبات، فلفل ألوان، وبصل أحمر، وفجل أحمر لو متاح، احنا ما لقيناهوش النهاردة فهنشيله من الوصفة، بس لو عندك متاح حطيه بيبقى لذيذ جدا. جزر مبشور، كزبرة خضرة مفرومة، ثوم مهروس. أما الدريسنج بتاع السلطة النهاردة فهنحتاج نص كوباية من الطحينة، مايونيز، خل،
حوالي ربع كوباية من الخل وحوالي ربع كوباية من عصير الليمون وربع كوباية من زيت الزيتون وملح وفلفل اسود. دي كده مقادير السلطة بتاعتنا النهاردة. تعالوا بينا نعمل ميكس للسلطة في طبق. الخضار بتاعنا اللي زي ما قلنا عبارة عن فلفل ألوان طبعا اللي احنا حابينه، عندي الجزر، الجزر هنا مبشور، خيار متقطع مكعبات، طماطم برضو متقطعة مكعبات، كزبرة خضراء، هاخد شوية واسيب كده معلقتين احطهم مع الصوص. عندي كمان الفاصوليا، نقلب بقى الكلام ده كويس قوي. هنا الالوان زي ما انتم شايفين الوان كتير مبهجة، ولما الالوان بتكون كتير فالفايدة بتكون كتير. تمام، تعدد الالوان بيعدد الفوائد. ادي شكل السلطة والوانها الخطيرة. الفاصوليا من الحاجات البقوليات المشبعة، فسلطة زي كده تعد وجبة غذائية متكاملة. تعالوا بينا كده ننزل بقى مكونات السلطة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونروح بقى للي هيحلي ويخلي السلطة طعمها خطير جدا وهو الدريسنج بتاعها. فتعالوا نعمل يلا الدريسنج. عايز اقول لكم ريحة الكزبرة مع السلطة بجد خطيرة جدا. يلا بينا. عايزين نبص على البطاطس بصة، الدنيا زي الفل. نحتاج كده ايه، نجيب الطبق ده. وزي ما انتم شايفين مكونات السلطة عندنا، عندنا طحينة وعندنا مايونيز، ممكن كمان نضيف زبادي لو عايزين. فين ده؟ مفيش حاجة والله. طيب ايه يا جماعة مخبينه عني ليه؟ مش كده. نحتاج دي. تمام، وادي البصل هنحطه بقى كده ايه، نحاول نفككه. تمام، دايما بصل السلطة حاولوا تخلوه كده متقطع رفيع على قد ما تقدروا علشان ما يبقاش يعني اكله صعب والطعم بتاعه قوي، فهنقطع رفيع جدا على قد ما نقدر ان شاء الله. زي الفل. تعالوا بينا بقى. ناخد الطحينه، مقدار الطحينه قد مقدار المايونيز، طبعا الكميه برضو ترجع لحسب انت عامله سلطه كميتها قد ايه. تمام، عندي ليمون، خل، ثوم، طبعا ما ننساش ملح وفلفل. يلا بينا بقى كل الكلام ده نضربه مع بعضه كويس جدا. هتلاقي القوام بقى بدأ يتقل لان في طحينة في الموضوع، والطحينة لما بتحط عليها الخل والسوائل بتبتدي تلف معانا كده وتعمل قوام حلو قوي. زي ما قلتلك تقدري انك انتي تضيفي كمان زبادي لو حابة. نبص على اللي في الفرن، واللي في الفرن حلو قوي قوي. تعالوا نطلعه يلا. هنا كويس ولا نحط هنا؟ قولولي بقى انتوا الترتيب بتاعكم هيبقى عامل ازاي. بصوا كده معانا، خطيره خطيره، شكلها يجنن، تحفه ما شاء الله، اللهم بارك.
وريحتها كمان طالعه كده مفحفحه وحلوه قوي قوي. شايفين شكلها لذيذ ازاي عماله تبقبق كده. خلاص الدريسنج بتاعنا بقى جاهز، نبتدي بقى نحط فوق السلطه. زي ما قلت لكم مكونات السلطه معانا النهارده خطيره. باقي الدريسنج ده ممكن يتحط في صوصيره لوحده لو حبينا نزود، وادي الكزبره الخضراء معانا. تحفه، طبق سلطه يفتح النفس على الاكل بصراحه. البسبوسه طلبت مننا يلا ننزلها. تمام. تمام، يلا تصوروها بقى البسبوسه. هستني دي كده هتبقى هنا لطيفه، وهنا دي كده هتبقى حلوه قوي. خلصنا خلاص كده ما شاء الله وصفات الفطار بتاعتنا. هظبط لكم الدنيا بقى، سيبوني بقى. سيبوني بقى. طيب اوكي، يلا بينا ناخد دي كده نحطها هنا، ايه رايكم؟ بصوا كده. تمام. طيب كده كويس، والسلطه بتاعتنا هنا. تمام كده، دي كانت سفرتنا وعزومتنا للفطار النهارده. عملنا ايه بقى؟ يعني النهارده الوصفات كلها بجد يعني مش عارفه اقول ايه حلو وايه احلى، كلهم احلى من بعض بصراحه. عملنا الفطيره الخطيره وهميه يا جماعه ما شاء الله، مش عارفه اقول لكم هي هشه قد ايه، بجد تحفه. عملنا التغميسه التركي تمام بالبتنجان والبيض، واستخدمنا فيها سمنه جنه بطعم وريحه الزبده الصفراء. كمان عملنا طاسة البطاطس المتبلة، حكاية بجد تحفة. أما السلطة بتاعتنا النهاردة فسلطة لذيذة جدا معمولة بالفاصوليا البيضة. على فكرة تقدري تعمليها يوم ما تكوني عاملة فاصوليا بيضة وفاض منك شوية، أو لقيتيها كتيرة بعد ما سلقتيها. أنا عن نفسي بسلق الفاصوليا واخد اللي انا عايزاه واسيب الباقي في الفريزر، ينفع مره تانية. فممكن ناخد شويه بقى نعمل بيهم السلطه ده في يوم تاني. فبصراحه مميزه جدا وطعمها حلو قوي. دي كانت وصفاتنا النهارده، يا رب تكون نالت اعجابكم. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما بتساعدنا على بيج العزومه. كنت معاكم فاطمه ابو حاتي، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.